فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سيادة الرئيس، السادة الحضور، وسط تحديات انقسام تواجهها الأمة ومصاعب إقليمية ودولية تعاني منها دول المنطقة والعالم أجمع، والتي باتت واضحة للعيان، كنت سيادة الرئيس الأكثر إصراراً وعزماً على قيادة سفينة الوطن بحكمة وروية لتحقيق الاستقرار والأمن في ربع البلاد، ترغب في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة قوية تتكئ على سواعد شبابها وأبنائها من المصريين، دولة اكتنوها على كلمة سواء يحققوا نهضة حقيقية شاملة لهم ولأبنائهم من بعدهم. ولله نشهد سيادة الرئيس أنك لم تهنأ يوما إلا وقد حققت للمصريين طموحهم وآملهم، محاولاتك مضنية وجهودك حثيثة للتغلب على سلبيات الماضي، تأسيس بنيان جديد قوي صلب مشرق هو هدفك لتحقيق انطلاقة طال انتظارها ونمو حقيقي ترغبه أجيال المصريين. سيادة الرئيس، السادة الحضور، إن ما حدث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هو تغيير إيجابي على كافة الأصعدة وعلى أي مقياس إقليمي ودولي. إن المساعي الدؤوبة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لنهو المشروعات المستهدفة وفقاً للمعايير المحددة تضمن أساساً راسخاً لدولة قوية سنواصل البناء عليها، وتأكيداً على عزم الدولة لتنفيذ التزاماتها، أتشرف اليوم بعرض تعليق اللجنة المشتركة على تنفيذ جانب من المشروعات القومية في عدد من المجالات. بداية سنعرض على حضراتكم أهم الإجراءات التنفيذية للجنة المشتركة من الرقابة الإدارية والقوات المسلحة الصادر بها تكليف السيد رئيس الجمهورية في 7/2/2016. 1. تم تشكيل عدد 198 لجنة فرعية ضمت 332 عضوا من هيئة الرقابة الإدارية و468 ضابط مهندس من القوات المسلحة من كافة التخصصات بإجمالي 800 عضو. 2. أجرت اللجان زيارات ميدانية وتفقدت وراجعت مواقع المشروعات في جميع محافظات الجمهورية بمتوسط 10 ساعات يوميا ولمدة 318 يوم عمل بإجمالي 81,000 ساعة عمل. بلغت أعداد المشروعات التي راجعتها اللجنة 2542 مشروع. هذا وقد تم التنسيق والمتابعة والتأكيد، وتم اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. تأكيد وضبط الجودة قبل وأثناء التنفيذ بكافة المشروعات، إسكان، مياه شرب، طرق، كباري، بإجراء اختبارات معملية وميدانية وفقاً للاشتراطات والمواصفات الفنية. 2. صرف تعويضات نزع الملكية للمستحقين قبل وأثناء تنفيذ مشروعات الطرق التي تم تغطيتها بالخدمات الأساسية: شبكات محمول، خدمات أمنية، نقاط إسعاف، محطات خدمة. 3. تركيب عدادات المرافق من الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي وإسكان دار مصر. 4. شراء وسائل نقل جماعي لخدمة المشروعات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تم طرح مناقصة توريد أتوبيسات للعمل بمشروعات الإسكان بالمدن السكنية الجديدة، وسيتم الترسية خلال شهر مع تأجير وسائل نقل مؤقتا لحين إتمام التوريد، حيث تم تغطية باقي المشروعات داخل المحافظات من خلال القطاع الخاص ومشروعات النقل العام بكل محافظة.
5. في هذا السياق أؤكد أن اللجنة ساهمت في إزالة العديد من المعوقات والسلبيات التي كانت تعترض استكمال بعض المشروعات، وعلى سبيل المثال استكمال كوادر بشرية، أجهزة في مستشفيات ومدارس، نهو أعمال المرافق وتركيب العدادات للوحدات السكنية بالمحافظات، تشكيل لجان فرعية للمراجعة وتصويب الإجراءات فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات أو جرائم. الفقرة الثانية هنعطي نبذة عن أبرز المشروعات التي وافقت عليها اللجنة خلال فترة عملها من 7/2/2016 وحتى تاريخه. في مجال الكهرباء، اللجنة وافقت على 12 محطة توليد كهرباء لزيادة القدرة الإجمالية بحوالي 14,000 ميجا وات، تمثل نسبة حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا. أبرز تلك المحطات محطة شمال الجيزة، محطة العين السخنة، محطة 6 أكتوبر. أبرز مشروعات اللي اللجنة شافتها في مجال الإسكان، في 245,000 وحدة سكنية من خطة تنفيذ الإسكان الاجتماعي على مستوى الدولة. وهنا يلزم التنويه عن الآتي: ارتفاع معدل التنفيذ السنوي للوحدات من 48,000 وحدة سكنية خلال الفترة قبل عام 2014 إلى 81,000 وحدة سكنية سنويا خلال الفترة الحالية بنسبة زيادة 168%. كما تقدر الإشارة إلى زيادة مسطح الوحدات المنفذة حاليا إلى 90 متر مربع بعد أن كانت 63 متر مربع سابقا لتوفير سكن لائق للأسرة المصرية تنفيذا لتوجيهات سيادتكم. أيضا أشرفت اللجنة على 236 مشروع شبكات ومحطات إنتاج مياه شرب لإضافة أكثر من 7.2 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة 32 مليار جنيه. المشروعات المياه دي بتمثل 28% من إجمالي مياه الشرب المنتجة خلال 30 عام. أبرز تلك المحطات كانت محطة العاشر من رمضان، محطة إسنا بالأقصر، محطة جبل شيشة بأسوان. اللجنة أيضا شافت 90 مشروع لمعالجة الصرف الصحي، منها 5 محطات معالجة ثلاثية. أيضا تنفيذ شبكات ومحطات رفع لتوصيل الخدمة لعدد 498 قرية لإضافة 2.6 مليون متر مكعب يوم، تمثل 14% من إجمالي طاقة المعالجة في مصر. أبرز تلك المحطات محطة صرف صحي إسنا، محطة صرف صحي كيما 1 و2، محطة صرف صحي ساحل سليم بأسيوط. أبرز المشروعات اللي شافتها اللجنة في مجال الطرق، مشروعات إنشاء وتطوير طرق وكباري وأنفاق بحوالي 1300 كيلو بتكلفة 22.5 مليار جنيه بنسبة 100% من المرحلة الأولى للمشروع القومي للطرق، وبما يمثل 48% من إجمالي المستهدف والمتوقع نهوه في يونيو 2018.